لم يتمالك الحضور في حفل تدشين الحملة التوعوية الثالثة للوقاية من الفشل الكلوي، انهمرت دموعهم وهم يشاهدون عرض فيلم قصير يحكي قصة الطفل مروان الجابري ابن 12 ربيعا، أصغر طفل مصاب بالفشل الكلوي بوادي حضرموت. أنا أبغى ألعب مع أصحابي، ما أستطيع ألعب. ليش؟ أنا تعبان مغمور. طموح في الانتظار هو عنوان الفيلم الذي يروي حكاية مروان وحلمه بأن يصبح طبيبا أخصائيا لمعالجة مرضى الفشل الكلوي. مراكز الكلى بوادي حضرموت التي نظمت الفعالية قدمت نموذج مؤلم لتحريك مشاعر الناس بغرض التعاطف مع الحملة التي استمرت أسبوع من خلال مختلف الوسائل التوعوية. فمروان الذي بدأ طليقا في الكلام مثل انطلاقة تدشين الحملة التي لاقت تفاعلا لدى فئات المجتمع تعد الثالثة للتوعية بهذا المرض وتستمر لمدة أسبوع كامل تحت شعار السكري داء يهدد الكلى. الحمد لله لقيت في هذا المركز خدمات طيبة جدا ما تقدر توصفها، من عام النظافة إلى آخر مسؤول في المستشفى. مراكز الكلى بوادي حضرموت أنشئت حتى تلبي احتياجات المواطنين الذين يحتاجون لخدمة الاستصفاء الدموي أو ما يسمى الغسيل. تم إنشائها بعد الاحتياج وبعد ملاحظة المرضى المترددين على مركز الكلى في ابن سينا منذ عام 95 وما بعده. هذا التزايد الرقمي من أبناء وادي حضرموت دفع المحسنين وفي مقدمتهم مؤسسة صلة التنمية شراكة مع غيرها من المحسنين في مطلع الأمر انطلاق من عام 2003. وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بخفض المرض، حيث أن نسبة الفشل الكلوي في ارتفاع، وهو ما استدعى السلطات من افتتاح مركزين لغسيل الكلى، أحدهما في مديرية القطن والآخر في مديرية سيئون. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون.